الفنانة سهاء جلال تخرجت من كلية الآداب جامعة اسكندرية، بدأت مشوارها الفني من خلال مسرح الجامعة، كمان مشوارها مع المسرح مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي واللي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني سهاء جلال. كمان بدأت سهاء مشوارها مع الدراما التلفزيونية في منتصف التسعينيات من خلال مسلسل التوأم وهوانم جاردن سيتي والضوء الشارد. الفنانة صفاء جلال كانت مشاركتها في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل كلبش الجزء الثاني، كمان كان ليها مسلسل سابع جار اللي اتعرض خارج موسم رمضان وحقق نجاح كبير جدا مع الجمهور. كاميرا فلاش كان ليها لقاء مع الفنانة صفاء جلال اللي هتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا منهم سابع جار، تعالوا نشوف ونتابع مع حضرتك. هو إذا كان وصلني أنا فكان لازم يوصل للجمهور، لأن أنا حبيتها بجد وعيطت معاها بجد وزعلت عليها بجد، في كل الكلام ده حصل، فكان الحمد لله رد فعل الجمهور حلو قوي طبعا، بس احنا مش عايزين نبينها، عشان كده ناس كتير هجمت المسلسل وقالوا ان هو بيبص السم في العسل وكلام كبير قوي كده، ان ما عندناش البنات دي، واحنا لا، البنات دي موجوده وموجودين بشكل عادي جدا وطبيعي جدا، وممكن يكون بناتنا اللي احنا متخيلين ان هم بيتصرفوا نفس التصرفات اللي احنا فاكرين ان هم يعملوها. الناس كانت في الاول حبت المسلسل، فاول ما حست ان هو في اي غلطات قالوا لا مش تبعنا، بس فضلوا مكملين لحد الحلقه الاخيره. يعني هو نجم عظيم وانسان غايه في الاحترام، فشرف ليا ان انا كنت بمثل مع الاستاذ اسامه عباس، لانه احنا كنا بنتعامل يعني ضحك طول الوقت، لانه بدات اتعامل معاه بيتعامل معايا لاني كريمه، فطول الوقت بنهزر، فالحب اللي حبيته للشخصيه الحمد لله طلع للناس.